سلام، انا رسول الله والحمد لله رب العالمين. احنا هندرس المنستروبيشن. ايه المنستروبيشن؟ دورة الطمس. فهي عبارة عن سايكل يوتراين بليدنج، يعني هي نزيف في الرحم. الموضوع ده سايكل بيتكرر معانا كل شهر كنتيجة لتغير في الهرمونات بتاعتنا. المنستروبيشن ده بتحصل امتى؟ لما الاوفم البويضة بتاعتك isn't fertilized، سوري، البويضة بتاعتك ما بتتخصبش، فبالتالي انت ما بتحمليش، فبالتالي بينزل دم الحيض. طيب الكرايتيريا بتاعت الكاركتر، طيب عرفنا الكرايتيريا بتاع المنستريشن. اولا لازم تعرفوا ان عمر المينيراش من البيوبرتي للمينيبوس. ايه كلمه مينيراش؟ المينيراش هي اول مره جت فيها للبنوته دوره الطمس. ده بيبقى طبعا من سن النضج، من اول ما البت بتكبر لحد سن الياس. الكلام ده بيبقى من 11 ل 12، يعني عمرها بتبقى عندها 11 سنه او 12 سنه وبيجي لها دوره الطمس. طبعا لحد 45 سنه وخلاص ده سن اليأس يعني. طب كمية البلاد لص قد ايه؟ الكمية اللي هي بتفقدها طبعا من 30 ل 100 سي سي. الكلام ده هبل لان احنا بنفقد اكتر من كده، بس خدي بالك ان من 30 ل 100 سي سي من غير الكلوتس، من غير التجلطات اللي بتنزل، بس احنا بينزل طبعا اكتر من كده بكتير. الاماونت بتاع الفلو كان بي افكت باي فاريوس فاكتور. بيقول لي كميه الدم اللي بتنزل على البنت بتتاثر بعده عوامل تشمل السكنس بتاع الاندوميتريوم. الاندوميتريوم هي بطانه الرحم الداخليه، سمكها كان عامل قد ايه، وده طبعا بيتوقف عليه كميه الطمس. يعني على حسب، لو السمك كان كبير يبقى كميه الدم اللي هتنزل عليكي كتير، لا ده السمك كان صغير يبقى كميه الدم هتبقى صغيره، وسط وسط وهكذا. طيب كمان لو البنت لا قدر الله بتاخد ميديكيشن، اي ادويه، عندها اي امراض، كل ده بيأثر على الكولاتينج ميكانيزم، عوامل التجلط. طب الديوريشن، دوره الطمس غالبا بتقعد من 3 ايام ل 5 ايام، ممكن توصل ل 7. الرزم بتاعها طبعا ريجولار منتظم. طب السايكل فريكوانسي، غالبا كل 28 يوم، وفي ناس بتجيلها كل 21 يوم، وفي ناس بتجيلها كل 35 يوم. من 21 يوم ل 35 يوم انا كده في السليم او كده في النورمال رينج. طبعا 21 يوم يعني 3 اسابيع، 35 يوم يعني 5 اسابيع. ماشي، ساقعه عادي. طيب الكي بتاع المنستريشن، اول حاجه طبعا انا عندي علشان احسب محتاج الديوريشن بتاع البليدنج، المده اللي النزيف بيستمر فيها، وقلنا هو بيستمر من 3 ل 5 ايام، على السايكل فريكوانسي اللي هو من 3 ل 5 اسابيع. يبقى المده اللي هي بتقعد فيها من 3 ل 5 ايام، والفريكوانسي بتاعتها هي بتجيلنا كل 3 او كل 5 اسابيع، اللي هي عدد المرات اللي بتتكرر فيها. طب المينستيريوال موليمينيا ايه دي؟ البري مينستيريوال سيندروم اللي احنا بنسميها وبنسمعها كتير البي ام اس، الفتره اللي بتسبق دوره الحيض دي، بيكون فيها مايل سيمتومز، اعراض بسيطه، بتكوني كده most woman suffer from 7 days كده، يعني حوالي 7 ايام يا جماعه، which usually relieved by occurrence of menstruation. بيبقوا 7 ايام يعني قذرين، وجع بقى ونتش، وتحسي كده بأريافة ونوزيا، وممكن ناس تتطور معاها الفوميت ودوخة، ومش طايقة نفسك، والمود مش احسن حاجة. دي فترة البي ام اس يعني. تمام، المهم الاعراض دي بيكون هيدك زي ما قلنا، صداع، ديبريشن، مكتئبة، انكزايتي، قلقانة، نوزيا وفوميت وبالبيتيشن وبريست فولنس، حاسة كده بتكدس في الصدر بتاعها كده، حاسه انه مليان كده، محجر كده زي ما يقول، وفيه سويتنج، عرق وبتاع. طيب برضك هي بتفقد ايرن، بتفقد حديد من حوالي من نص ملي جرام لواحد ملي جرام يوميا، وديكريزنج للبادي ايرن سبلايز ريزلت النيد فور ايرن. بما انك بتفقدي دم وبتفقدي حديد فانت اكيد محتاجه حديد. الكونتين بلاد ميكسد وذ سيرفايكال اند فاجينال سيكريشن، الدم ما بيبقاش دم خالص كده، لا ده بينزل كمان معاه افرازات في الرحم وافرازات من المهبل، وكمان الميوكس، مخاط، وليكوسايتس، كرات دم بيضاء، وبكتيريا وكده. عشان كده ريحة الدم بتاع دورة الطمس يبقى وحش، لانه بيحتوي على بكتيريا كمان بتاع النفاس بتاع الست. المهم يعني البلد مش بيبقى بس بلد، لا ضيف عندك سكريشن، كريات دم بيضاء، ميوكس، بكتيريا، وحاجات تانية كتير. طب الكالر والأودر، طبعا لونه بيبقى دارك ريد، احمر غامق، وفي ديستينكتيف أودر، ريحته بتبقى مميزة كده. طيب الابنورمال منستريشن، المنستريشن نقول عليها انها مش طبيعيه، او البليدنج بتاع اليوتيران مش طبيعي، غالبا الديوريشن لو هي قعدت اقل من يومين، اقل من يومين ده اللي هي عملت ايه، زي لحقت تعمل حاجه، هي لحقت تفضي، ما احنا بنقول الدم ده دم فاسد فبيخرج، فبالتالي اقل من يومين ده يا فضت ايه، او لو قعدت اكتر من 7 ايام ده لا، ده يبقى مينوراجيا كده، قعدت اكتر من اللازم. ده لو على حسب الديوريشن، على حسب المده اللي هي بتقعدها. طب لو الفريكوانسي، في ناس لو هي جت لها
اقل من 3 اسابيع. يعني مثلا في ناس ممكن تجي لها دوره الطمس كل اسبوعين او تجي لها دوره الطمس كل اسبوع، لا ده كده الموضوع بقى ايه، بولي منوريه، لا الموضوع كده زياده عن حد. طب لو جات لها اكتر من 3 اسابيع، يعني في ناس تقعد عندها مثلا يجي اكتر، يجي 36 يوم ما بين الدوره، من الدوره للدوره الفرق ما بين الدوره والدوره 36 يوم، لا كتير، يبقى هي كده عندها اولي منوري يعني لما تقعد الدوره تجيلها، يعني الفرق ما بين الدوره والدوره 36 يوم، يبقى كده الدوره عندها بتقعد يعني او المده كده طويله قوي، اللي هو لا يبقى كده الدوره بتجيلها بشكل قليل. لما يبقى الفرق ما بين الدوره والدوره 36 يوم ولا اقول 40 يوم، لا 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 كده الدوره قليله، الدوره قليله، هي يعني المفروض تيجي كل 28 يوم مش اكتر من كده، صح ولا ايه؟ يبقى هي كده عندها اوليومينوري. خدوا بالكم التعبيرات، يبقى كلمه ديوريشن بنقول لو هي قعدت اقل من يومين بنقول هايبو، هايبو. طب قعدت اكتر من 7 ايام مينوراجيا. طب بالنسبه للفريكوانسي لو قعدت اقل من 3 اسابيع يبقى دي ايه؟ بوليمينوريا. طب اكتر من 3 اسابيع اوليومينوري. طب الاما بالنسبه للكميه بقى، المفروض لو هي اقل من 300 سي سي اسمها هايبو منورية. هي احنا قلنا المفروض انها تبقى من 30 ل 100، 30 او ل 100، لو هي اقل من 30 يبقى هايبو منورية، لو هي اقل من 30 يبقى هايبو منورية. طيب لو هي اكتر من 100 اسمها مينوراجيا، يبقى شبه الديوريشن بالظبط، اقل من 30 هايبو منورية، اكتر من 100 مينوراجيا. لكن الفريكوانسي يا جماعة بيلعب في مصطلح بولي وأولي، في الفريكوانسي بيلعب في مصطلح منورية زي ما هي، بس يا اما بيحط قبلها يا اما بولي يا اما اولي. ماشي يا رجالة؟ تمام. الكلينيكال تايبس اوف الابنورمال منستريشن، قلنا البولي منورية وبولي وأولي، قلنا يبقى انا بتكلم في الفريكوانسي، بولي وأولي بتكلم في الفريكوانسي. طب ايه يا شمس؟ بولي يعني دورة الطمس بتجيلك تو فريكوانت منستريشن، بتجيلك كتير جدا، الفرق ما بين الدورة والدورة اقل من 3 اسابيع، يعني بيبقى اقل من 21 يوم، مش حلو. طب مينوراجيا، لاما حضرتك بتقعد اكتر من 7 ايام، لاما الكمية اللي بتنزل عليكي اكتر من 100 سي سي، يبقى اكسسيف امونت اور برولونج ديوريشن، لاما كمية كبيرة اكتر من 100، لاما بتقعد مدة كبيرة عندك اكتر من 7 ايام، اور بوث، او الاتنين ممكن يحصلوا مع بعض. طيب لكن الفترة اللي بتبقى ما بين الدورة والدورة فيكست ثابتة، ما فيش فيها حاجة، تمام. طب كلمة متروراجيا اسمها ايه؟ متروراجيا اسمها ايه تاني؟ متروراجيا، الله يطمنكم. ايه بقى المتروراجيا دي؟ هي irregular or continuous bleeding not related to menstruation، يعني في نزيف مستمر ومش منتظم بس مش مرتبط بدورة الطمس. بيقول لي ايه بقى؟ ممكن يكون اكتر من نوع في نفس الوقت وفي نفس المريض، يعني بولي وقولي قلنا دي تبع الفريكوانسي. ممكن الست يكون عندها بولي منورية، يعني هي بتجيلها بولي منورية، يعني بتتكرر كتير قوي عندها، خلاص بأقل من 21 يوم او اقل من 3 اسابيع، بالاضافة انها عندها مينوراجيا، يعني الديوريشن زي ما اتفقنا طويلة او الكمية اللي بتزعها كتير، فممكن النوعين دول يكونوا مع بعض، فنسميها ايه بقى؟ بولي، ناخد اول حرف من اول مقطع من الكلمة الاولى اللي هو بولي، ومينوريا يبقى بولي مينوراجيا، فاهمين ولا ايه؟ هنا بناخد اول مقطع وهنا كلمة مينوراجيا بعدها، يبقى بولي مينوراجيا. ممكن يبقى عندي متروراجيا، قلنا ده مش مرتبط اصلا بالمنستريشن، دم كده مش مرتبط بالمنستريشن، مع المينوراجيا ان الكمية كبيرة او المدة اللي بتقعدها يعني كبيرة، فقال لي ده خلاص هتسميها ايه بقى؟ مينو متروراجيا. متخيلة خدت اول مقطع من الكلمة التانية، مينو متروراجيا، مينو متروراجيا. ماشي، طبعا ما عشان غريبة بقى ومش مرتبطة بدورة الطمس فحطها كلها متروراجيا على بعضها، تاخد اول مقطع من هنا اللي هو مينو، يبقى مينو متروراجيا. شموس خير، انا مش عارفة، انا كان ناقصني البريزنتيشن بحواراته، هي كملت الحمد لله وشكر لله يا رب، الحمد لله نوم العطرات. طيب نخش في ايه بقى يا جماعة؟ نخش في ايه؟ احنا خلصنا دي البي ام اس وخلصنا الحوارات دي، وبعد كده دخلنا على التعريفات وعرفناها، زي ما حضراتكم شايفين الرسمة اللطيفة الظريفة بنت الناس دي بقى. ايه بقى الرسمة الظريفة بنت الناس دي؟ حضرتك عندك
الهايبوثالامس، منطقة تحت المهاد، بتحفز الفص الأمامي للغدة النخامية الانتي بيوتيتوري جلاند او الانتيريور بيوتيتوري جلاند بغض النظر، بتفرز لي اف اس اتش وال اتش، يخشوا يشتغلوا على المبيض. وبعد كده بقى هنخش في دايرة الاستروجين والبروجسترون، يعني الاف اس اتش بيتحول لايه والال اتش بيتحول لايه. طب انا اسفه يا سلوان بقى، والله مش عارفه نصيبك. طيب هندور البتاع، ماشي نشوف بقى هو عايز ايه. قال المنستيريال سايكل يا جماعه هي عباره عن تو انرميتنت سايكل، اول سايكل معانا بتحصل في الاوفري في المبيض، وتاني سايكل معايا بتحصل في اليوتيرس الا وهو الرحم او البطانه الداخليه للرحم. وحاجه حاجه بقى ندخل على الاوفري، بيحصل ايه في حوار الاوفريان سايكل ده؟ قال لي هي سايكل تشينجز، تغيرات بتحصل في الكورتكس. احنا عارفين ان الاوفري عباره عن كورتكس ومظله، قال لي التغيرات دي حاجه بتحصل في الكورتكس بتاع الاوفري. لو فاكرين بردك احنا قلنا ان الكورتكس هي الفانكشن بتاع او هي العنصر الفعال او الفانكشن بتاع الاوفري، تمام. المهم يعني بتحصل كل شهر and or under influence of certain hormone، هي طبعا تحت تأثير هرمونات معينة بتتفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية. والهرمونات دي يا جماعة هي follicle stimulating hormone اللي هو الـ FSH. الـ FSH هرمون الـ FSH هو بيحفز نمو الحويصلة، بيخلي الحويصلة تقعد تكبر تكبر تكبر. أنا بردك فاكرة إن إحنا وقتها قلنا إن الكورتكس دي هي اللي بينمو فيها الحويصلات، وقلنا عليه إن هو الـ function part بتاع الأوفم أصلا. فبما وصح قلنا ان الكورتكس هي الفانكشن بارت قصدي بتاع الاوفري بتاع المبيض يعني، وبينمو فيها الحويصلات، وهم نفس الكلام هي الاف اس اتش هرمون الاف اس اتش ماشي، وكمان عندي الليتيانزك هرمون اللي هو ال اتش ماشي. انا عندي ثلاث مراحل الاوفري سايكل دي، ثلاث مراحل. اول مرحله فوليكولار فيز الحويصله، بعد كده اوفيوليشن فيز بتدخل بقى مرحله التبويض، واخر مرحله اليوتيلال فيز اللي هي البويضه خلاص تتكل مع السلامه والجسم الاصفر بيتكون وايه وهنشوف الليل. يبقى انا داني يا جماعه بقول ان الاوفري سايكل هي تغيرات بتحصل معايا في الكورتكس وتحت تاثير هرمونات معينه اللي هو الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش فوليكل ستيميليتنج هرمون يحفز نمو الحويصله، والال اتش معايا انا عندي ثلاث مراحل فيكر فيز اوفيوليشن فيز واليوتيلال فيز. طيب الفوليكولار فيز، الفوليكولار فيز ده بيكون النص الاولاني من السايكل. ايه مرحله الحويصله دي يعني يا جماعه؟ هي بتستغرق حوالي من اليوم الاول لحد اليوم ال14. الاوفري بتبقى اندر انفلوينس اوف الاف اس اتش، يعني البويضه معايا او سوري المبيض معايا بيبقى تحت تاثير الاف اس اتش. مين اللي بيفرز الاف اس اتش؟ الفص الامامي للغده النخاميه. طب وظيفته ايه يا جماعه؟ استيميليت نمبر اوف اوفريان فوليكلز تو جرو، يعني الهرمون ده يا جماعه بيحفز الحويصله انها تكبر وتتطور وبتاع، وفي الاخر هذه الحويصلة الجميلة بعد ما تفرقع في وشنا كلنا تنتج لي الاستروجين خلاص. طيب الماتيور فوليكل اسمها جرافين فوليكل، يعني الفوليكل لما تكبر كده وتبقى بنت ناس وبنت حلوه كده يبقى اسمها جرافين فوليكل. الفوليكل والاذر اوفري تيشو ار فيلد ويز استروجينيك فلويد، يعني الحويصله وكمان الانسجه بتاعه الاوفري اللي معاها بتبقى مليانه باستروجين. الاستروجين ده يا جماعه بيتفرز بكميات لارج كبيره قوي في الدم. وان اوف الفانكشن اوف الاستروجين وظيفته ايه يا جماعه؟ هو بيلد اب وسكن للاينينج بتاع اليوتيرس، يبني لي جدار الرحم جامد. As the follicle enlarge it pushed to surface of the ovary to create a blister ball that may be clearly seen if the ovary is observed directly. بيقول لي اول ما الفوليكل تبقى كبيره تمام it pushed يتم دفعها الى سطح المبيض. نركز كده نركز ليه بقى؟ علشان تعمل لي بلستر بلج كده. البلستر بلج دي اقدر اشوفها بوضوح، يعني لو لاحظت الاوفري هشوفها كده وهي عامله بلج وسد الدنيا بوضوح. فاينالي with the peak in LH and mid-cycle ovulation occurs the empty follicle begins its formation into the corpus luteum. ايه اللي بيحصل بقى؟ ال LH بيبتدي يزيد، ما احنا خلاص ال FSH خلص، ال LH بقى بيبتدي ايه؟ بيبتدي يزيد معايا.
خلاص انا وصلت لحد اليوم ال 14، فالدنيا بقت تمام، ال ال اتش يبتدي يزيد وال اف اس اتش يبتدي يقل، خلاص متشكرين. الامتي فوليكل، الحويسله بقى الفاضيه اللي هي خلاص خلصت الاستروجين وكله بقى تمام، ابتدت ايه بيجنز اتس فورميشن انتو الكوربسليتيوم. الحويسله دي يا جماعه بتتحول لجسم اصفر، بتتحول للايه؟ كوربسليتيوم اللي هو الجسم الاصفر، عشان كده بنقول ان ال اتش بيبتدي يزيد. طيب ذيس فوليكولار فيز اوف الاوفريان منستيريال سايكل بتختلف في الطول بتاعها، المرحله دي يا جماعه اللي هو الفوليكولار فيز بتختلف في الطول بتاعها من مراه لمراه، ما نقدرش نحدد وقت معين. انا شايفه كده ان الفوليكولار فيز ما فيهاش اي حاجه، هو ايه اللي حصل؟ اف اس اتش مفروز ينمو الحويسله، الحويسله تقعد تكبر تكبر، بيبقى اسمها جرافين فوليك، تفرقع في وشنا تخرج لنا استروجين، دي كل وظيفتها يتفرز بكميات كبيره في الدم. طب ايه وظيفه الاستروجين؟ يحفز بطنه الرحم على النمو. خلصنا وبقت خلصت يعني وبقت امتي وفاضيه وبتاع، ال اتش معايا يبتدي يزيد، والحويسله الفاضيه دي تتحول للجسم الاصفر، مدتها بتختلف من 6 ل 6. ندخل على الاوفيوليشن فيز، الميدل اوف السايكل اللي هو من اول بقى اليوم ال 14 اللي بالبلدي التبويض، ده بيحصل في اليوم ال 14 من السايكل. ديورينج ويتش شيدنج اوف الاوفم فروم الرابتشر جرافين فوليكل اوكيرز، يعني ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي البويضه يا حبايبي تخرج، الاوفم البويضه بتبتدي تخرج من الحويسله الناضجه، الحويسله الناضجه خلاص بتفرقع، خلاص اما بتفرقع بقى يخرج الاستروجين فلويد وتخرج البويضه والحويسله تبقى فاضيه، فبتتحول للجسم الاصفراني. طب خلصنا البويضه خرجت وكله تمام، ايه بقى اللي حصل؟ الليتيول فيز، قلنا ان ايه مرحله الليتيول فيز دي؟ دي السكند هاف اوف السايكل، دي بقى الفتره الثانيه بتاعتي او النص الثاني من الدوره بتاعتي. ايه اللي بيحصل؟ مرحله الليتيول فيز زي ما اتفقنا بتبتدي عند اليوم ال 15 بالظبط من المنستير وسايكل دورة الحوض، وبتنتهي امتى؟ عند اليوم ال 28. طب ايه اللي بيحصل يا جماعة في هذه المرحلة الجميلة الظريفة؟ ايه اللي بيحصل؟ انا عندي ايه بقى؟ انا عندي ايه؟ اليوتيل الفيز ايه دي؟ 18 فين 19؟ ايه؟ طب ماشي تمام. بيجنز وين ايه؟ وين الفوليكل معايا رابتشر والاوفم از ريليز، ذا بريسايز ميكانيزم كولد رابتشر از نون بس ذا فولوينج فاكتور كونتريبيوت. احنا خلاص اتفقنا ان الحويسله رابشرت، خرجت الاوفم مننا وابتدت مرحله اليوتيلال فيز اللي هي من اليوم ال 15. طب ايه اللي خلى الحويسله تنفجر؟ قال احنا مش عارفين اسباب، بس دي كلها نظريات. اول نظريه مثلا ان زاد الضغط السائل جواه فقامت مفجوره، او كومبريشن على سراوندنج بلاد فيزلز، ضغط جامد على الاوعيه الدمويه اللي حواليها فاتفجرت، وهكذا. طيب اليوتيال فيز بقى اوف البوست اوفولاتري فيز اوف الاوفيريان سايكل يوجوالي ريكواير 14 دايز رينج اوف 13 تو 15 دايز. مرحله اليوتيال فيز ودي يا جماعه اللي بتيجي على طول بعد اطلاق البويضه، بوست اوفولاتري فيز اوف ذا اوفيريان سايكل، بتحتاج حوالي 14 يوم، الرينج بتاع 14 يوم من اليوم ال 13 لليوم ال 15. لا هو هو يقصد انها بتحصل عند اليوم ال 14 يعني، فبتقعد نديها رينج من 13 لل 15 يوم. ما هي بتستمر معايا برضو لحد اليوم ال 28 يعني، من اليوم ال 14 لحد اليوم ال 28 صح؟ اللي هي الاوفيوليشن بتستمر معايا من اليوم ال 14 لحد اليوم ال 28، انا كل ده في اليوتيرال فيز. اي ماشي. المهم يعني ذيس كوربس ليوتيوم كونتينيو، الجسم الاصفر بيبتدي يا جماعه يشتغل معايا. طب انت دلوقتي يا شمس قلتي الحويسله هي اللي كانت بتفرز لي الاستروجين، طب دلوقتي الحويسله اتفجرت، مين اللي هيفرز لي الاستروجين؟ اللي اتحولت له، مش الحويسله اتحولت معايا الجسم اصفر، الجسم الاصفر بقى هياخد مكانها ويحل محلها وهيؤدي نفس الوظيفه، هينتج لك برده استروجين، بالاضافه الى كده كمان ان اديشن مانك فيشر ده هرمون بروجسترون، يعني مش بس هيفرز استروجين، لا ده هتفرز كمان الجسم الاصفر كمان هيفرز بروجسترون، والبروجسترون ده بقى هيجهز اليوتيرس انه ينتج لي هرمون الاستروجين والبروجسترون لحد ايه يا جماعه؟ لحد ما البلاسينتا تتكون. يبقى الجسم الاصفر سيستمر في افراز هرمون الاستروجين والبروجسترون لحد ايه بقى؟ لحد ما البلاسينتا بتاعتي تتكون. بس لما الاوفم ما تتخصبش،
يعني خلاص للاسف الباي ده ما حصلش حمل، ما حصلش بتاع، خلاص ايه اللي حصل بقى؟ الجسم الاصفر ده يبتدي ديجنريشن، يتاكل، يبقى دراي، يموت، يبقى سكار دي اريا، يبقى خلاص اسمه ايه؟ اسمها كوربس ابليكان، خلاص قلبي كان خلاص هيبتدي يموت. فمش هيبقى فيه هرمونات ولا استروجين ولا بروسترون، هيبقوا موجودين بس مستوياتهم بتبتدي تقع تقع تقع، ما مفيش حاجه تنتجهم، الفوليكل خلاص ربشرت والجسم الاصفر مات حضرتك، فخلص الكلام. از ريزلت وكنتيجه لده، لما الاندوميتريوم ما تلاقيش حاجه تغذيها والاستروجين اللي كان بيغذيها مستوى قل لان الجسم الاصفر فرقع هو كمان وما بقاش له موجود، فالاندوميتريوم تتهشم وينزل علينا دم الحيض. كلام طبعا واضح في الصوره، صوره موضحه نفسها قوي. ده الاوفريان فوليكل، زي ما شايفين الحويصله عماله تكبر 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 كده لحد ما تبقى جرافين كده، وعند اليوم ال14 تتم اطلاق البويضه، هنا حصل اوفيليشن مرحله التبويض. ندخل بقى في اليوتيل فيز، من اليوم ال14 لليوم ال28 يبتدي معايا الحويصله تتحول للجسم الاصفر. طبعا الجسم الاصفر ده بيكبر ويستمر في افراز زي ما قلنا الاستروجين والبروجسترون لتنميه الاندوميتريوم، لحد ده هو زي ما احنا شايفين اليوم ال 26 باين، ولا ده اليوم ال 27 يعني، مثلا ما حصلش حمل والبويضه ما اتخصبتش، يبتدي بقى عند اليوم ال 28 حجمها، حجم الجسم الاصفر يقل يقل يقل، والله العظيم شعرات تيشيرت ديت والدنيا بتاعتي، يبتدي حجمها يقل 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 لحد بقى ما خلاص كده علينا العوض وهنبتدي خلاص سايكل جديده والموضوع خلص. يبقى انا كان عندي اول خلاص دي اليوتيراين فيزس ودي الاوفيريان فيزس، مش يبقى بس عشان ما نتلخبطش، احنا اتفقنا ان الاوفيريان فيزس بتتكون من الاوفري معايا او الاوفيريان سايكل بتتكون من ثلاث مراحل، فوليكولار وشرحناها، اوفيوليشن تبويض وشرحناه، واليوتيلال فيز وشرحناه. في حاجه؟ طيب دي 19. طيب هنخش بقى في الاندوميتريال سايكل. ايه بقى الاندوميتريال سايكل؟ بطانة الرحم ذات نفسها يا جماعة، بطانة الرحم، البطانة الداخلية للرحم. ايه اللي حصل؟ cycling can changes which occur in endometrium lining of the uterus that end with bleeding from the vagina. خلاص احنا اتفقنا endometrium تتهشم هذه البطانة، طالما الجسم الاصفر راح في داهية خلاص بتتهشم ويبتدي الطمس ينزل. and are under the influence of certain hormone، وتحت تأثير الهرمونات، الهرمون دي هي الاستروجين والبروجسترون، ما مستواهم ابتدى يقع ما خلاص. طب الendometrial cycle بتتكون من اربع مراحل، اول مرحله المنستير والفيز، خلاص دوره الطمس نزلت والاندوميتريوم اتهشمت. تاني مرحله اسمها ريجينيريتيف وبلوريتيف فيز، هتبتدي تنمي نفسها وتتكاثر وترجع تعيد بناء نفسها تاني. تالت مرحله اسمها سيكريتوري فيز، ورابع مرحله اسمها اسكيميك فيز. خلاص طيب اول مرحله يا جماعه المنستير والفيز، اتفقنا ان دوره الطمس بتتكون معايا من 3 ل 5 ايام، او بتقعد معايا من 3 ل 5 ايام ما حصلش حمل، والمنستير والفيز بيجنز اند فانكشن لاير اوف اليوتيراين لايننج از شيد، الفيرست داي اوف منسز مارك ذا بيجينينج اوف انذر منستيريال سايكل. اول يوم في دوره الطمس ده يشير الى بدء دوره طمس جديده. انتم متخيلين؟ I think ان حاجه شبه دي كانت هتلخبطني، والله سبحان الله. ماشي، ان اول يوم في دوره الطمس يشير لبدء لسايكل جديده او لدوره جديده هنشتغلها من الاول خالص بقى، من اول اللي هو الفوليكولار فيز، وبعد كده نخش في الاوفر اللي هو مثلا انا بسمع التبويض اوفيليشن، وفي الاخر خالص اليوتيال وهكذا. ماشي ماشي. المهم الميكانيزم بقى بتاع المنستريشن، هي دوره الطمس دي اصلا بتحصل ازاي؟ ما هو بنقول لك اهو، الجسم الاصفر ابتدى يحصل له ديجنريشن، يتاكل لان الحمل ما حصلش، والاستروجين والبروجسترون يقعوا مستواهم يقل، وديما اوف اندوميتريوم ستروما وشرينكج اوف الاندوميتريوم، تبتدي بقى يا جماعه طبقه الاندوميتريوم وديما تورم، وبعد كده بيحصل لها انكماش. spiral artery have to be shortening by increase the coiling بسبب حدوث المغص وشويه الاضطرابات اللي بتحصل جوه، فبتبتدي الشرايين تقصر تقصر تقصر، وبالتالي اسكيميا وهايبوكسيا، الشرايين دي بتبتدي يحصل لها نقص في الاكسجين، مش واصل لها الامداد التموي الكافي. نيكروزس للسبايرال ارتريولز بتبتدي تموت، ونيكروزس كمان للاندوميتريوم، ما هي اللي بتغذيها الشرايين دي، هي بتغذي
قصدي الاندوميتريوم، فش مش الشرايين دي ما يوصلهاش دم، وصلها نيكروزيس يبقى لا سيما الاندوميتريوم كمان زيها، يلا بالسلامه. وشيدنج طبعا الاندوميتريوم تبتدي تنزل عندنا. البروستاجلاندين يا جماعه هو كنترول للاماونت اوف ليدنج باي كولدنج فازو كونستريكشن اند مايوميتريوم كونتراكشن. اهدي. يبقى احنا خلاص رسينا على ان الارتيريولز تلاشت، ورسينا بردك على ان الاندوميتريوم نزلت. طب البروستاجلاندين، قال لي البروستاجلاندين دي بتتحكم في كميه البليدنج، بتتحكم في كميه النزيف عن طريق انها بتسبب لي فازو كونستريكشن، يعني بتضيق لي الموضوع، فازو كونستريكشن ومايوميتريوم كونتراكشن. يبقى هي بتعمل انقباض لطبقة المايوميتريوم. المايوميتريوم دي هي برضك يعني من احدى طبقات الرحم الوسطى، الوسطى تمام، بتعمل لي فازوكونستريكشن. طب كويس. ريجينيريتيف اند بوليريتيف دي المرحلة التانية، المرحلة الفوليكولار فيس. خلاص ماشي، انت قلتي ان الحويصلة اتكسرت، الجسم اتحولت لجسم اصفر، الجسم الاصفر كمان خلاص تلاشى، هرمون الاستروجين والبروجسترون وقع، كل حاجة وقعت، الارتيريولز خلاص حصل لها نيكروزس، نفس الكلام الاندوميتريوم نزلت، البروستاجلاندين قلتي لي انها بتتحكم في كمية النزيف عن طريق انها بتعمل فازوكونستريكشن وكونتراكشن. خلصنا؟ لا مش هينفع. هنخش بقى على مرحلة الريجينيريتيف. ايه بقى الريجينيريتيف او البروفيليريتيف او الفوليكولار فيز بشكل عام؟ قال لي المرحلة دي يا ستي بتقعد من 3 لـ4 ايام. احنا قلنا الطمس من 3 لـ5 ايام، دي بتقعد من 3 لـ4 ايام. طب بتستمر قد ايه؟ قال لي بتستمر من 5 لـ6 ايام، يبقى 3 4 ايام، 5 6 ايام، ما رحناش بعيد. ماشي، بتلات اربعة خمسة ستة، ماشي كويس، 3 4 5 6، ماشي مش حلو. المهم يعني بتبتدي يا جماعة بعد المنسز على طول، وبتنتهي بالأوفيوليشن، يعني زي ما اتفقنا start just after menses، بتبتدي المرحلة دي على طول بعد دورة الطمس، وبتنتهي بالتبويض. إيه طب ايه اللي بيحصل في المرحلة دي؟ نفس الكلام، الفوليكولار يا جماعة بتبتدي تكبر، وبتبتدي خلاص ويعني تكون نفسها وجروث، وعمالة تنمو في المبيض والحوارات دي كلها، في الكورتكس بتاع المبيض، في القشرة بتاعت المبيض شغالة. يبقى بتبتدي الحويصلة انها تنضج، ما خلاص اتكسرت يعني اتحولت لجسم اصفر واتكسرت وراحت، هترجع تاني وبروح التحدي اللي جواها، وتبتدي السيادة تكون نفسها تاني. خلاص، في الكلام ده بيستمر من 3 لـ4 ايام، 5 6 ايام وهكذا. طيب ايه بقى under the influence of estrogen hormone secreted by developing graafin follicle؟ نفس الكلام، بيبقى فيه هرمون الاستروجين بيتفرز ازاي؟ بالحويصلة اللي خلاص نضجت. طيب regenerative phase بقى مرحلة التجديد، قال لي regeneration للسيرفيس ابيثيليوم occurs from the basis of the uterine gland to cover the raw endometrium by flat cells. يبقى التجديد ده يا جماعة لطبقة الابيثيليوم بيحصل ازاي؟ بيحصل من البيز بتاع اليوترين جلاند، من الغدة اللي موجودة في الرحم، عشان تغطي الاندوميتريوم اللي اتاكلت بفلات سيلز. يبقى احنا ازاي بنعمل تجديد للابيثيليوم؟ قال لي اللي بيعمل ده اليوترين جلاند. طب اليوترين جلاند بتعمل كده ليه؟ عشان تعوض طبقة الاندوميتريوم بفلات سيلز، لان هي اتاكلت خلاص. طب البوليفريت فيز، ايه بقى المرحلة دي؟ البوليفريت يا جماعة مرحلة التكاثر، ان الاندوميتريوم بتبتدي يحصل لها جروز، وبتبقى 4 ملي في السيكنس، السمك بتاعها 4 ملي، وبيبقى كمان فيها كوبوديال سيلز. الاندوميتريال جلاند بتبقى لونجر وستريت اكبر. تمام. ايه كمان؟ بوزيتيف سبين بارك تيست. ايه بقى ده؟ او الارت فورسبس، اللي هو سوري يعني الافرازات اللي بتنزل، او الميوكس اللي بيبقى نازل من السيرفكس، اللي بيبقى نازل من عنق الرحم، بيتمدد معايا من 5 لـ10 سنتي، ما بيتقطعش. يعني لو مسكناه كده ما بين ايدينا وعملنا له ستريتش كده زي الصوره اللي موجوده، هي فين؟ لا كانت موجوده هنا اهي يا جماعه، زي الصوره دي كده بيمتد معايا، هو ده السبين بارك تيست ده. خلاص كده، يبقى انا معايا ان المرحله دي خلاص، انا هو ايه اللي حصل؟ زي ما اتفقنا الريجينيريشن، مرحله التجديد، اللي حصل في الريجينيريشن تجديد للاندوميتريوم عن طريق الجلاند بتاعت اليوتيرين. تمام. طب البوليفريشن اللي هي مرحله التكاثر، اللي حصل نفس الكلام، بس مين اللي بيتكاثر؟ بطنه الرحم، بقت 4 ملي في السمك بتاعها. طب وكمان ايه؟ الجلاند ذات نفسها كبرت، عشان كده بنقول تكاثر، كل حاجه عماله تكبر وتزيد في السمك وبتاع. ونفس الكلام قلنا بوزيتيف سبين بارك تيست، يعني انا لما اعمل السبين بارك تيست ده بالارتري فورسبس معايا، او حتى بايديا ما بين الصبعين بتوعي، عشان الناس اللي ما عندهاش
يعني artery forceps في البيت هيطلع positive وهتتمدد معاك من 5 ل 10 سنتي. كده خلصنا صفحة 20. فين واحد؟ ادي بقى صفحة 21 اهو زي ما اتفقنا. اخر مرحلة، لا دي مش اخر، دي اللي قبل الاخير، اللي هي السكريتوري او اليوتيل فيز. نفس الكلام، من عيد الكلام، من اول هي بتبتدي معايا من اليوم ال 14، هو عاملها هنا بتبتدي من اليوم العاشر، ماشي ما اختلفناش، بتبتدي من اليوم لا هي بتبتدي من اليوم ال 14 فعلا لحد اليوم ال 28. يبقى 28 ناقص 14 يبقى 14 برضو. يبقى هي بتقعد حوالي 14 يوم. هو ده اللي هو كاتبه، ان المرحله اللي هي اليوتيل الفيز اللي هو بيتم فيها ان الفوليكل بتبتدي انها تفرز للبويضه وتتحول لجسم اصفر، والجسم الاصفر يفرز لاستروجين وبروجسترون لحد ما البلاسينتا تتكون. قال لي المرحله دي بتقعد لو قلنا من 10 ايام ل 14 يوم. بتبتدي يا جماعه بالاوفيوليشن اللي هو التبويض اللي هو في اليوم ال 14، وبتنتهي مع الطمس. تنتهي مع ايه؟ الطمس، اما خلاص الجسم الاسفل يبتدي يتاكل والاندوميتريوم ما تلاقيش اللي يغذيها وكله ينتهي. تحت تاثير البروجسترون هرمون سيكريتد باي كوربسليتيوم. يعني هو بيقول ان بيبقى، طبعا احنا اتفقنا ان الجسم الاصفر بيفرز لي هرمون البروجسترون، صح ولا غلط؟ الاندوميتريوم يا جماعه بسبب هرمون البروجسترون ده بتبتدي انها تزيد في السكنس بتاعها 6 فولدس ل 8 فولدس، من 6 ل 8 ملي. احنا قلنا في المرحله اللي قبلها اللي هي مرحله التكاثر كان اخرها 4 ملي، طب بتزيد ازاي ل 6 و 8 ملي؟ قال لي بالبروجسترون اللي بيتفرز ده. والاندوميتريوم كمان عندي 3 طبقات، في سوبرفيشال طبقه سطحيه، وفي ميدل اللي في النص ودي بتبقى سبونجي، وفي الديب بقى العميقه خالص. السيلز بتبقى كولامنر، ده نوع اسمه كولام، والاندوميتريال جلاند بتبقى كونفيوليت اند فول اوف سيكريشن ميوكس اند جلايكوجين. يعني الغدد بتاعه الاندوميتريال، الغدد بتاعه الاندوميتريال بتبقى ايه؟ بتبقى كونفيوليت ومليانه بافرازات، مليانه بميوكس واستروجين سوري جلايكوجين. البلاد فيزلز ده بتبقى prominent dilate و tortuous، يعني الأوعية بتبقى prominent دي يعني. يبقى المهم يعني زي ما اتفقنا ان الاندوميتريال جلاندز دي بتبقى قلنا فيها ميوكس، وبتبقى مليانة كده ميوكس وجلايكوجين، والأوعية الدموية بتبقى ناتئة كده أو بارزة، وكمان دايليت بتبقى واسعة، وتورتس كمان بتبقى متعرجة كده متعرجة. فهمنا الموضوع؟ يبقى احنا كده خلصنا السكريتوري أو الليتيان. نفس الكلام يا جماعة بيتعايد تقريبا، انها بتبتدي بالتبويض وبتنتهي معايا بدورة الطمس. البروجسترون بيزود لي الاندوميتريوم لستة وتمانية ملي، والاندوميتريوم بيتكون قلنا من ثلاثة لاير، السوبرفيشال واللي جوه سبونجي والاخيرة الديب خالص. السيلز بتبقى كولم على شكل عمدان كده لفوق واقفة، والاندوميتريال جلاندس بتبقى مليانة بجلايكوجين وميوكس، والبلاد فيزلز بتاعية بتبقى دايليتد واسعة، وفي نفس الوقت تورتس متعرجة وبرومينانت نشأة او ظهرة. الاسكيميك فيز واللي هي اخر مرحلة اللي بيحصل فيها تآكل الجسم الاصفر، اللي هو بتستمر حوالي يومين من اول كده اليوم ال 26 بتاع المنستيرول سايكل. البريجنانسي هاز نوت كير، لو الحمل ما حصلش خلاص من اليوم ال 20 كده لليوم ال 26 الحمل ما حصلش، قال لي الكربسليتيوم بيجنز تو جينيريش، بتبتدي الجسم الاصفر يتاكل حوالي يومين يا جماعه. ذا سيكند لايننج اوف اليوتيرس ستارتد دو ديس انتجريت. نفس الكلام يومين خلاص بتبتدي بطنط الرحم كمان تتهشم، having lost its progesterone والاستروجين سبورت، خلاص طبعا هرمون البروجسترون والاستروجين بيبتدوا يقعوا، والمينستيرول بليدنج بيحصل. وده اول ما بيحصل ده مارك ذا اند اوف الاسكيميك فيز اند بيجينينج ان نيو مينستيرول سايكل. ده معناه اول ما النزيف بيحصل ده معناه ان بتنتهي خلاص مرحله الاسكيميك فيز، وبيبتدي معايا قلنا دوره جديده مع اول يوم في الطمس. هو ده معناه ان ابتدى معايا مينستيرول سايكل جديده خلاص. يبقى مرحله الاسكيميك فيز بتقعد يومين، ممكن بتتأرجح بقى يعني ممكن يوم العشرين 21 22 لحد كده اليوم 26 معاك الموضوع. المهم ان اللي بيحصل بتبتدي انها تتاكل، الجسم الاصفر بيتاكل، الاندوميتريوم كمان بتقع، الهرمون البروجسترون والاستروجين بيقعوا، والمنستيرول سايكل معايا بتحصل وخلاص. النيرسينج بقى ايه؟
teaching about menstruation. مفروض انا ادي نصايح للبنت بايه؟ انصح انا نفسي بايه؟ اول حاجه يا جماعه هايجين، لازم نظافه نظافه نظافه. should use sanitary pads during menstrual flows. اكيد لازم نستعمل فوط صحيه. disposable pads need to be changed، لازم نغيرها، مش واحده تقعد يومين ده عفانه. at least every 6 hours، على الاقل لازم تتغير كل 6 ساعات. if a girl use pads she can she can bring a few spare bag she has. مش عارف ايه بريد ايه. طب انا مش 22. طب تمام ممسوحه شويه. طب اصبر هتصرف كده شويه. اهي الصفحه اهي، اتمنى تكون واضحه اكتر. المهم يعني بجيب few spare in her bag so she has ready if her period suddenly friend needs. فهمت. يعني يا جماعه المفروض يعني البنت تكون عامله حسابها وحاطه واحده في الشنطه كده احتياط لاي ظرف طارئ. المهم يعني او لحد من زمانها طبعا الشرط اهي. طيب girls should wash outside her genital area، لازم تغسلها كويس من بره. تعمل دش ساخن كده للمنطقه دي. يعني لو البنت عندها ايه have access to a shower or bath advise her to use a small amount of water و soft cloth. طبعا لازم تستعمل كمية صغيرة من المية. ويعني يا جماعة بصوا هما ما بيفضلوش الاستحمام في البانيو لسبب انه ممكن ينقل انفكشن، ممكن ينقل عدوى ماشي. فخليها المية جارية عليكي كده وحبة صغيرين و soft cloth وخلاص. حتى الاندروير لازم يكون ناعم. يعني use the bed should always be placed in the bin. خلاص طبعا المستعملة خلاص تترمي في الزبالة وما تسيبش في التويلت. تمام عشان كانوا بيجيبوا صرع للبنات الصغيرة ما كنا في المدرسة. والله هوين اجير لتشينجز هير بيد اسكول، متغيرها في المدرسة لازم تاخدها معاها في البيت. يعني فاهمين في الشنطة بقى ترميها في الزبالة في البيت ما تتصرف، سواء يعاد استخدامها فتتغسل whatever. girls should always wash her hands with soap، لازم دايما تغسل ايديها بمية وصابون بعد التويلت. girls must continue to take a shower during menses، ما ينفعش ما تستحميش اثناء البيريود. ده اللي قال كده حمار، لازم بالظبط نستحمى وعادي خالص يعني ناخد شاور والدنيا تمام. خلاص كده كلام واضح وما فيهوش اي حاجه وبديهي. يعني انا والله العظيم شايفه انه بديهي جدا. طيب الاكسرسايز والاكتيفيتي لازم نصي، مفيش حاجه ممنوعه في يومك، بس بلاش الاكسرسايز العنيفه والاكسسيف والكتير. خلاص it's good to continue moderate exercise، اعملي moderate exercise كده اثناء البيريود عادي. ماشي ليه؟ لان دي بتزود معاك الابدومينال تون. ماشي طب اعمل يعني walking، امشي، ده طبعا easy exercise، حاجة سهلة جدا مش محتاجة منك اي equipment ولا clothing مخصصة ولا location معين، عادي يعني. girls can take as much as time they need وزي ما انت عاوز. light cardio or aerobic exercise، ايه ده بقى؟ قال لي ده عامل زي جوجينج سايكلينج سويمينج، اللي هو الحاجات اللي بتعرضك للهواء، ركوب دراجة، جوجينج، سويمينج، عوم، دانسينج، رقص. take it easy، خدي الموضوع سهل يا حبيبتي، وشورتر ورك اوت كده زين نورال، بس خليه اقصر من الطبيعي. يعني ما ترقصيش كتير، خافي على وسطك برضه، ما تركبيش عجل كتير، خافي على رجليكي وتعبها والجدون والحوارات دي وهكذا. تمام جوجينج معناها ركض بطيء، انت هتركضي برضه بس كأنك بتمشي بس بسرعة، ده الركض البطيء، ماشي بسرعة. طبعا دي صور للإكسرسايز بتاعك. الاسترتش مهم جدا انك تمددي نفسك. استرتش ات هوم كان بينفشيال، بلاش تنطوي على لا ريحي عضلات جسمي يا حبيبي، ايه عضلات جسمك يا ناقصة فترة فعلا، ربنا يعدينا من على خير. ايه تاني؟ ايه بقى عندي؟ اليوجا. اليوجا مهمة جدا لانها بتعمل ريلاكس كده. والست اللي هي اريتابل بقى وبتاع، لا اشترتشي كده خالص واعملي بريزنج اكسرسايز، تمارين نفس ومددي نفسك. اليوجا بتساعدك ان انت تسودي البلاد سيركيليشن، تدفق الدم معاكي، وبروفايد كيس تو نوكسس كومبلينتس اند هيلب تو ريلاكس البادي. خلاص بتساعدك انك الموضوع القلق او الشكاوي او كده ايزي خالص، ما فيش اي حاجه، بتخليكي تسترخي وبتزود يعني ريليف، بتزيل الاعراض اللي عندك اللي هو زي الكرامبس بقى انت فاهمه، والنفخ اللي هو الانتفاخ اللي انت حاساه، وكرامبس شويه التشنجات وبتاع، هي بتزيل ده كله. اليوجا حلوه بصراحه. طب البين ريليف ميثود ممكن تعملي يا جماعه هيت، يعني تجيبي عارفين انتوا اللي هو مش عارف بيسموه كيس حراري ولا ايه، وتحطيه على بطنك او فوطه سخنه واتيفر. المهم يعني ابلاي هيت تو الابدومن على البطن
البطن وخصوصا اللور، اللور الجزء السفلي، حتى اللور باك الجزء السفلي من الظهر، ده ريليف للبين خالص. هوت ووتر بوتل اور هيتنج باد، تحطي كده زجاجه ميه سخنه او هيتنج باد، تيك ا وورم باث، تاخدي حمام ساخن تمام، وتستعملي هوت تاول، ممكن تاخدي حمام دافي وتستعملي فوطه سخنه وخلاص. طيب ايه كمان؟ مساج، مساج كده باويلز كده سبيسيفيك بوينت، في نقاط معينه كده، هو وايلد سيرب ستانس موف اراوند يور ابدومين سايد او الباك، في نقاط معينه كده في جسمك لما اخصائي العلاج الطبيعي بيحط ايده مثلا على البطن او الجناب او الظهر او كده، بحط طبعا زيوت مخصصه للموضوع ده زي زيت اللافندر وزيت البريمينيت وزيت الروز. ايه يا ماما، ايه يا ماما، وات الصوت فور ذا، لا اله الا الله. طيب ايه تاني؟ لافندر وبيرمينت وروز فور ان اروماثيرابي ستايل. اسكتي يا وسام. للامثرابي ستايل وفي المساج may have additional benefits. طبعا احنا قلنا الزيوت اللي احنا بنحطها دي للارومثيرابي وكده، المهم يعني دي كويسه ماشي، وفي منها فوائد يعني وكده حلوه. 25 بقى هي دي، مش حاضر تدوير. طبعا عندي كمان حاجة اسمها هيربل، الاعشاب حضرتك عاملك عشبة. لا اله الا الله، انتوا بتسلموني لبعض يا اسطى. وسام طيب ايه موضوع الهربس بقى؟ علاج بالاعشاب بقى، يعني contain anti inflammatory and anti spasm compounds that can reduce the muscle contraction. يعني انا معايا حاجات بقى مضاده بقى للالتهابات والتقلصات وبتاع، بتقلل شويه الكونتراكشن اللي بتحصل في العضلات والسويلنج والتورم وكده، بتقلل شويه المنستير والبين عندنا، زي الجينجر، زي كومايل تي او شمايل تي، مش ماشي. اخر حاجه يا جماعه ريلاكسيشن تكنيك، اسبنسون ريلاكسيشن، ريلاكسيشن تكنيك اند بريذنج اكسرسايز، زي ما اتفقنا بقى ريلاكسيشن كده وتكنيك وبتاع عشان ايه كل حاجه تبقى تمام. الاكسرسايز، الاكسرسايز هو جود واي تو هيلب بريفنت كرامبس، حلو قوي ان احنا نعمل اكسرسايز عشان نزيل الكرامبس او اللي هو ايه التشنجات وكده، وجنتل اكسرسايز زي ان انت تتمشي وبتاع، كل ده بيزيل البين معاكي. انالجيسك، ممكن تاخدي مسكنات، اني مايل انرجيسك، اي مسكن بسيط ممكن يقضي الغرض، طبعا بيكون غرضه الاول والاخير انه يقلل شويه او يمنع البروستاجلاندين، زي الايبوبروفين، انتوا عارفين البروستاجلاندين زي ما اتفقنا بيزود قوي الكونستريكشن معايا، بيعمل فازو كونستريكشن، فهو ده اللي بيسبب الوجع، فلو خدنا حاجه تظبطه الموضوع هيتحل. زي الايبوبروفين متخصص جدا للمنسترول بين، حلو فعلا. وابلاينج هيت مي بي هيلفول، ممكن تطبقي الحراره على الجزء ده، ده بيساعدك جدا. يبقى ما ننساش الريلاكسيشن تكنيك والاكسرسايز كمان، وكمان انالجيزك ممكن نلجأ لها زي الايبوبروفين. ايه كمان معايا؟ دايركت او دايت، سوري دايت ونيوتريشن، ايتينج ا ويل بالانس دايت، لازم طبعا هتاكلي والاكل بتاعك هيكون متوازن، because this will help give you energy، هيديكي طاقه تخليكي تعملي السبورتس بتاعتك ويقلل شويه الانتفاخ اللي عندك. eating food rich in iron، لازم تاكلي اكل غني بالحديد وبالفوليك اسيد، وتاكلي كمان iron supplements مكملات حديد بدل اللي انت بتفقديه في دم الحيض، وتشربي كمان ميه، ده مهم جدا. and it will help to reduce the bloating، هيساعدك انك تقللي الانتفاخ، ميه كتير حلو. وايتينج ليست 5 بورشن اوف فروت اند فيجيتابل افري داي، على الاقل 5 حبايات من الفواكه او الخضروات كل يوم، وتجنبي تو ميني بروسس فود ساش اس تيكاواي وسيرجري، بلاش الحاجات السريعه، بلاش الحاجات السريعه زي التيكاواي وزي اي حاجات فيها سكر والحوارات دي كلها، والكريسبي بقى والشيبس والحوارات دي كلها، ماشي يا رجاله؟ زي ما احنا شايفين ريست وسليب، مهم جدا انك تسترخي على الاقل 8 ساعات في اليوم و2 اور ناب، وتاخدي ساعتين كمان قيلوله في وسط اليوم، وتجنبي الاستريس والانكزايتي والقلق. مهم جدا انك تبقي ريست وريلاكسيشن على الاخر. وين فيلينج تايرد is helpful، لما انت تبقي مسترخيه ومستريحه وانت تعبانه مفيد ليكي، يعني انت لما تحسي بتعب استرخي، يعني ده يقصد بيها. ثالث مرحله عندنا الفيرتلايزيشن، الاخصاب. استني بقى مع ميزوز، انا عمري ما اقدر اوصف لك انا بحبك قد ايه. مي تو، هاتي بقى.
طب والله كويس، كانت محاضرة 42 دقيقة برضه حلو في حقها يعني. نوم يعني استخدمكم فهمتوا ما قرأتهم حفظتهم سمعت دول يعني عند حاجات تانية يا بيكني. نعوضكم بسرعة الحال نكون مريض القلب والقدر. متنسوش تطلع احنا في غزة. سلام.